أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم (حفظه الله ورعاه) والتي تاتي ضمن الخطب الساميه لجلالته ايده الله في افتتاح ادوار الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب، تشكل حافزا وركيزه راسخه للمبادرات التشريعيه الداعمه لاستدامه تطور ونجاح جميع مجالات العمل الوطني. جاء ذلك خلال تشرف معالي رئيس مجلس الشورى بلقاء جلاله الملك المعظم لرفع تقرير لجنه الرد على الخطاب السامي الذي تفضل به جلالته في افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السادس، واشار معالي رئيس مجلس الشورى الى ان الرؤى الملكيه الجامعه تعتبر النبراس والدعامه الثابته في مضي السلطه التشريعيه نحو اداء المسؤوليات الوطنيه وتطوير منظومه التشريعات والقوانين وذكر معالي رئيس مجلس الشورى ان استمرار النهضه التشريعيه في مملكه البحرين ياتي نتاجا لتنامي أطر ومسارات التعاون والتشاور والتنسيق المثمر مع الحكومه الموقره برئاسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولفت معالي رئيس مجلس الشورى الى ان المجلس سيواصل تسخير كافه الامكانيات والخبرات والكفاءات لتعظيم الدور التشريعي للمجلس وتعميق اسهاماته في تعزيز الدبلوماسيه البرلمانيه واستثمارها في ابراز المبادرات والادوار المهمه لمملكه البحرين في نشر قيم السلام وترسيخ الامن والاستقرار.